صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا امرأة كنت أحتلم فينزل مني الماء، وكنت أصلي ولا أغتسل لجهلي بالحكم، حيث كنت لم أتزوج بعد، فهل علي الآن شيء كقضاء أو غيره؟ نعم، الصلاة غير طهارة، لكن إذا كثر هذا وطال الوقت يكفي إن شاء الله، يكفي إن شاء الله المستقبل، لأن إعادة صلوات سنين طويلة هذا صعب. أما إذا كانت الصلوات قليلة وبالإمكان إعادتها فلا بد من ذلك. نعم.